السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر معانا بس الدكتور محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله دكتور محمد. الله يحييك، مساء الخير. كيف حالك؟ سلام. الله يرضى عليك. يا أهلا بك. هلا. نبدأ يا دكتور؟ مرة الإدارة عندك، متى ما بغيت تبدأ تفضل، أنا معك. الله يعطيك العافية. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. حياكم الله جميعا في حلقة جديدة من برنامج ساعة لصحة فمك. حلقتنا الليلة راح نتكلم فيها عن تأثير آلام المفصل الصدغي على صحة الفم والأسنان، وراح تكون حلقتنا برعاية شركة ميريدول كولجيت. ضيفنا لهذه الليلة الضيف العزيز الدكتور محمد الحارثي. الدكتور محمد الحارثي حاصل على الدكتوراه والبورد السويدي والماجستير من جامعة مالمو بالسويد في تخصص علاج آلام الوجه واضطرابات مفصل الفك الصدغي، أستاذ طب الفم المساعد وطبيب استشاري في علاج آلام الوجه واضطرابات مفصل الفك الصدغي، كلية طب الأسنان جامعة أم القرى، وهو كذلك أستاذ زائر بجامعة مالمو بالسويد. حياك الله دكتور محمد. لو عندك شيء الله يحييك. شكرا جزيلا، أرحب بك وبالأخوة والأخوات الحضور. حياكم الله دكتور محمد. لعلنا بداية نبدأ بتعريف بسيط عن المفصل الصدغي. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية أمسي عليكم بالخير جميعا، أنت دكتور نبيه، ويعني لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر لك شخصيا والجمعيات الفتية، جمعية علاج اللثة وجراحة اللثة السعودية، الجمعية الفتية التي سبقت عمرها بعقود يعني وليس سنوات فقط، وهذا ليس مجاملة، يعني هذا رأي كل من يعني شهد هذا الحراك الجميل من بداية إنشاء الجمعية. فأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق الدائم، وتحيتي للمجلس المبارك، مجلس الإدارة، ولك شخصيا. ويعني من أسباب الشكر أن كثير من التخصصات، كثير من الجمعيات، كثير من المؤتمرات والفعاليات تهمل أو لا تعطي اهتمام ظنا أنه يعني غير مهم، وهذا من الجهل اللي هو آلام الوجه واضطرابات المفصل الصدغي. وأنا ما ألومهم حقيقة يعني بشكل مباشر، لأنه التخصص كان في أمريكا غير معترف بالجمعية الأمريكية ADA، لكن هو في الإسكندنافيا من السبعينات. لكن يعني نأمل أن هذا اللقاء يكون من ضمن لقاءات إن شاء الله، يعني إضافة للقاءات سابقة مع جهات أخرى، لرفع الوعي لدى أطباء الأسنان رقم واحد. الطلب الحمد لله، يعني أنا أسعد عندما يأتي طلب، يأتي مريض يقول أنا قابلت من طلابكم كان امتياز وشافني وقال لي راجع. فهذه يعني تدخل تحت منظومة التثقيف الصحي العام، سواء للمجتمع رقم واحد وإلى أطباء الأسنان رقم اثنين. وهذه صراحة من الأدوار والأدوار الرائدة التي تبنتها الجمعية المباركة، جمعية سعودي بيريدونتولوجي. هذا أولا. ثانيا، ما يتعلق بالمفصل الصدغي، نحن عندنا طبعا يجب دائما عندما نتكلم أن نفرق ما بين التشريح وما بين المشكلة. فكثير من أطباء الأسنان يخطئ عندما يكون شخص عنده مشكلة في المفصل الصدغي. المفصل الصدغي هذه بلاستيك، ترى ما هو إنسان، عشان ما حد يقول سفاحين، لا لا هذه بلاستيك، طيب ما هي جمجمة إنسان. المفصل الصدغي كلمة مفصل عموما في العظام يعني التقاء عظمين في موقع معين لوظيفة معينة. المفصل الصدغي هو المفصل الذي يفصل أو يقع عند التقاء عظمة الفك السفلي، هذا الفك السفلي، طبعا الفك العلوي جزء من الجمجمة، التقاء عظمة الفك السفلي مع عظمة الجمجمة أمام الأذن مباشرة، هذا هو موقع المفصل الصدغي. ولدينا مفصلين، واحد في اليمين واحد في اليسار، لهما نفس التركيب ونفس المواصفات ونفس العضلات ونفس الأربطة والغضروف وما إلى ذلك بالتساوي وبالتمام والكمال خلقة رب العالمين. هذا المفصل طبعا مثل باقي المفاصل يتأثر بمشاكل المفاصل عموما، ولكن
يعني ليس لأنه تخصصي لكن يعتبر من المفاصل المشكلة، لأنه يسمى في أحد الأدبيات بالمفصل المقلد. هناك كثير من أعراض هذا المفصل تختلط أو تشتبه مع أعراض أخرى، لذلك المفصل الصدغي من هنا تأتي أهمية هذا التخصص. ولا يعني التخصص أحيانا التشخيص، يعني وأنا أقول دائما عندما يكون طبيب أسنان عام ريزيدنت أو طبيب مقيم متدرب تدريب كافي يستطيع أن يشخص إلى 80% من مشاكل متلازمة المفصل الصدغي. ونحن عندما نتحدث عن المفصل الصدغي عادة نادرة أو قليل حالات تكون المشكلة فقط في المفصل، لأنها تشمل المفصل وعضلات المضغ. عضلات المضغ، أنا في حسابي في إنستغرام في صور اللي هي العضلات المضغ هي كثيرة، والرئيسي منها ثلاث، يعني واحدة في جانب الرأس هي المروحية أو العضلة الصدغية أو التيمبوراليس، تمتد في جانب الرأس التيمبورال وتنزل حتى الكرونويد بروسيس، وأيضا عضلة ثانية وهي أقوى عضلة في جسم الإنسان عضلة الفك، وتأتي في جانب الفك السفلي، وعضلة صغيرة أيضا اسمها لاترال تريجويد أو العضلة الجناحية تربط يعني ما بين الجمجمة وبين الكوندايل أو عنق عظم الفك، ولها ارتباط مباشر بالغضروف وتؤثر يعني كل العضلات هذه تعمل خلال المضغ، خلال الكلام، فتح الفم وقفل الفم ووظائف كثيرة. فهذا هو المفصل الصدغي باختصار شديد اللي هو الجزء التشريحي والوظيفي. جميل جميل دكتور. طيب عرفنا دكتور بأنواع آلام المفصل الصدغي وأسبابها. الحقيقة يعني هي يعني كثيرة الكلاسيفيكيشنز مختلفة كثيرا تندرج تحت آلام الوجه عموما. ولو يعني نظرنا واللي من أطباء الأسنان وطباء الأسنان يستمعون لنا، لو نظروا إلى كتب أطباء الأسنان بالذات الأوروفيشيال بين يجدون يعني كلاسيفيكيشن تجي على صفحتين كثيرة جدا آلام الوجه والفكين. لكن الآلام والمشاكل طبعا الاضطرابات هي ليست كلها آلام يا دكتور نبيه، هي يعني آلام واضطرابات. قد يكون هناك اضطراب حركي أو يسمونه ماسكولوسكيليتال مرتبط بالعظم وبالعضلة ولكن لا يوجد ألم، لكن له تأثير مباشر على المضغ، على الكلام، على فتح الفم وبالتالي على حياة الشخص. فهذه الآلام يعني تنقسم أو المشاكل عموما، طبعا لما نخرج من التقسيم الكبير الكلاسيفيكيشن نجي على اللي هو تيمبرو مانديبولار ديس أوردر كتقسيمة فرعية من التقسيمات الأوروفيشيال بين اللي قلنا تغطي على صفحتين يعني تشعبات أو شجرة. هذه التيمبرو اسمها تيمبرو مانديبولار ديس أوردر أو تي ام ديز الاختصار، تشمل آلام عضلات الوجه والفكين اللي ذكرتها قبل قليل زائد آلام المفصل، يعني آلام في العضلات زائد اللي ذكرتها زائد آلام في المفصل زائد وجود مشاكل في الديسك. نحن عندنا الله سبحانه وتعالى خلق لنا ديسك أو غضروف، طبعا كلمة ديسك مثل الغضروف اللي يفصل ما بين فقرات العمود الفقري، الله سبحانه وتعالى خلقها حتى ما يحتكون العظمين، تكون كفاصل ومهمة جدا في تسهيل الفتح والقفل والمض. فهذه الديسك لها اضطرابات اللي هي تؤدي إلى أصوات مثل أصوات الفرقعة أو الطقطقة أو الطقة، لها مسميات كثيرة لكن بالإنجليزي اللي هو الجو كليكينج أو الجو ساوندز عموما. طبعا في أصوات أخرى يعني تكون مرتبطة بالمشكلة اللي هو الكريمتس وما إلى ذلك ما ندخل فيها، بس الأعم الأغلب اللي هي الطقطقة. فهذه التقسيمة الثلاث اللي هي آلام العضلات زائد آلام المفصل زائد اضطرابات اللي هو وجود الأصوات ووجود التحرك الديسك اللي يؤدي إلى الطقطقة، ممكن لو كان في جهة انحراف الفم عند الفتح والقفل أو إعاقة فتحة الفم، تعليق الفم، صعوبة فتح الفم. والآلام اللي في المفصل طبعا أيضا لها تقسيمة أخرى بحسب إذا كان في صوت في ألم، يعرفون أطباء الأسنان أرثرايتس أرثروزيز ولا أرثرايتس أرثروزيز وأرثرالجيا. والعضلات معروف اللي هو المايوفيشيال بين وغالبا تكون في الجهتين ما لم تكون يعني في جهه مركزه اكثر. فهي عامه يعني اقصد هذا التقسيمه العامه. ولو يعني نربط بين التقسيمتين التيمبرو مانديبولار ديس اوردرز او اضطرابات المفصل الصدغي او الام الوجه اضطرابات المفصل الصدغي هي الموست كومون اورفيشيال بين، يعني الام الوجه والفكين الاكثر شيوعا هي التيمبرو مانديبولار ديس اوردرز اللي لخصتها قبل قليل. ممتاز. لكن بعض الآلام والوجهية والأخرى قد يمر عليك 10 سنوات ما قابلت ولا حالة، لكنها تعتبر من ضمن التقسيم. لكن هذه اللي هي نشوفها في الديلي براكتس.
ممتاز دكتور. أو العمل اليومي أو العيادة اليومية. الصورة والصوت واضح؟ تشوفني كويس؟ أنا أشوفك بشكل واضح تماماً، بس ما أدري المشكلة. ممتاز، ما أدري كأنه أنا أسمعك كويس، صوتك واضحة وصوتك كويس. أنا عندي 5G بس ما أدري إذا في إشكالية. أنا شايف صوتك وصورتك منتهى الوضوح. ممتاز جميل. ما أدري إذا كان أحد المتابعين يلاحظ مشكلة، أنا أغير لا، يقولون واضح واضح كلير. طيب ممتاز. طيب ممتاز دكتور، شكرا. خليني أدخل معك بس يعني علشان نوضح للمشاهد أو المشاهدة الكريمين، نوضح الموضوع بشكل أبسط وأسهل ونحاول نوصل المعلومة بشكل أوضح. كثير ما يزورنا في العيادة ناس أو مرضى ويشتكي من طقطقة في الفك، سواء في جهة أو جهتين، ويقولوا دكتور والله أنا عندي طقطقة. لما أجي أسأله عن التاريخ المرضي يقول والله أنا سويت حشوة أو تركيبة قبل تقريبا 3 شهور أو 6 شهور وكأني حسيت أنها عالية شوي، ومن بعدها بدأت المشكلة تتفاقم أو تزيد عند المشكلة إلين صار عنده مسألة الطقطقة. فما هو تعليقك على هذا الموضوع؟ طيب، هذا شيء جميل ويحدث باستمرار. أنا اسمح لي يعني ممكن أخرج شوية عن المحور، أجيبه بشكل أعم شوية، وليست فقط يعني مثلا بعد حشوة، وما أنه نحن يحضرنا من أطباء الأسنان، هي أحيانا تكون مشاكل من عيادة الأسنان عموما. قد تكون حشوة عالية أو كراون تلبيسة أو طربوش عالي، قد يكون خلع ضرس العقل السفلي. ضرس العقل السفلي خلعه دائما بعض الأطباء الأسنان عندما يخلع يكون في عل شوية أو يكون أقوى منه، فيضطر أنه يتقوى بدون ما يحمل فك السفلي بسبورت. ففي يعني ممكن أنا ألخصها اللي هي بعض البروسيديورز أو الإجراءات التي في عيادة الأسنان قد تتسبب بمشاكل في المفصل الصدري. كذا دخلت في سؤالك؟ أي نعم. طيب، هي عموما في 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 جزئية يعني أحيانا يساء فهمها. يعني يأتيني مريض مثلا يقول أنا من متى بدأت الطقطقة أستاذي أو يا أختي؟ أنه يقول بعد ما رحت للدكتور إكس فتح فمي ساعة ونص وقاعد يعالج علاج عصب. بالذات تعرف الحين علاج العصب لو كانت يعني ضرس المشاكل ياخذ وقت أطول. من بعدها رجعت البيت تعبت شوية ما عرفت أقفل فمي، بس شوية شوية بمساج وكذا أصبحت الطقطقة بادية من أول. تمام؟ أو كانت حشوة، طبعا بيكون حشوة عالية ما بتكون في طقطقة، بيكون في ألم رهيب جدا، ومجرد ما نرجع نسوي لها التضبيط بالأرتيجين بيبر على طول الألم يخف بشكل قوي جدا. لكن النقطة اللي أنا أبغاها توصل للغير المتخصصين أنه صحيح سيارة طبيب الأسنان لها دور، ومن هذا المنبر أنا أنبه زملائي وزميلاتي أنه دائما عندما يأتيك المريض أكرر وأقولها في كل يعني مناسبة إذا أمكن، أنه خلينا نكون طريقتنا في معالجة المرضى اللي هو البيشنت سنترد أبروتش، أنك أنت تعالج في إنسان في روح ولحم ودم أمامك لديه أسنان، وليس انك تعالج في سن موجود فيه جدار. همك انت بس تخش على السن تحشي تخلع او تلبس او شيء، وتتجاهل انه ممكن تتاذي يعني لو انزل الثقل على الفك السفلي كيف انه ياثر على الاربطه على الغضروف على المفصل على كذا. فهذه هي النصيحه العامه، انك انت بي كيرفول ان عندك انسان. ودائما لما يجيني مرضى عندهم مشكله قل لطبيبك او طبيبتك انه كل ربع ساعه رجاء ابغى دقيقه استراحه، اسكر، شيلوا بلاويكم ادواتكم من فمي ان امكن، ابغى دقيقه اقفل بما لا يعني يخرب لو كان ايزوليشن. فهذه نقطه. النقطه الثانيه انه يعني اجابه ايضا لنفس السؤال، الطقطقه بالذات الكليكينج مستحيل تجي من زياره واحده يا دكتور نبيه ولا حال اللي يسمعون. الكليكينج هذا حتى يحدث يصير مسموع ويستمر. اوكي، في حالات مثلا طوارئ شيء ضربه اكيوت ممكن يبقى شويه ويختفي، لكن كليكينج يبدا ويستمر. انا من خبرتي يعني وازعم انها خبره بسيطه يعني 10 سنوات او 11 سنه، ما ياتي انسان عنده طقطقه وكليكينج طيب، وبالذات لما يكون فيها الم اقل شيء لها سنه ونص سنتين بدات. ظروف هذه الطقطقه موجوده عنده من سنه ونص، ولكن كان متعايش معها، يحاول يريح، ما يفتح فمه كبير، ما يحاول يتجنب بعض الاشياء اللي تضايقه لما تتوتر العضله اللي صوتي واضح لاني اسمع كذا مثل واضح كثير الازاز في الخلفيه. طيب لا واضح تمام. فهذه الاشياء
يعني اللي ابغى اقوله انها موجوده من اول ولكن كانت تحت السطح. يعني مثلا اقول لك مثال اخر يعني بالمثال يتضح المقال. يجيني مريض عنده الطقطقه، يقول بس انا اكلت هذيك حبه الفستقه، الله لا يعيدها، بس من بعد حبه الفستق، بالذات لو كنا في مكه، حبه الفستقايه هذيك هي اللي نكبت فكي، من بعدها ما يسكت الطق. اقول لا يا حبيبي، الفستقه هذيك صح انها تاذي بما انها قاسيه، ولكن المشكله كانت موجوده تحت السطح. وهذا البيجر ستيمولس او النشاط القوي او الجهد اللي ساعه ونص فاتح فمك، او الخلع اللي كان خلع صعب جدا ومتعب، اتعب طبيب الاسنان واتعبك، هذا عجل بظهور الحاجه على السطح. انت كنت ماشي معاها متعايش وماشي امورك، كما لو كان عندك خزان قاعد تملي تملي تملي، كان باقي تك ويتملى. جاءت هذه زياره طبيب الاسنان طلعت المستخبى على قولتهم. يعني نقدر نقول انها مشكله تراكميه يا دكتور؟ نعم، مشكله مزمنه بدات من فتره الله اعلم، تزيد وتنقص. يعني مثلا في بعض الناس عنده طقطقه خفيفه تلقاه مثلا تزيد في لحظات الاستريس والتوتر. ليه؟ لانه يشد على اسنانه مع التوتر والقلق والتعب مثل في هذه الجائحه الله يرفعها عنا وعنكم وعن المسلمين، فتصير الطقطقه تزيد وتنقص بمقدار نشاط الكلينشنج اللي هو ياثر على اللاترال تريجويد والميديال تريجويد ويسوي يعني تنشن للديسك، وتبدا يصير لها الانزلاق الخفيف او ما يسمى بالديسبليسمنت، وتتحرك مكانها. فلما يجي الكوندايل او العظم اللقمه الفكيه العظميه نفتح ونقفل تبدا تطلع الصوت. فهي شيء تكون شيء مزمن، ولكن في حسب الاحداث قد يظهر اكثر. وهي يعني بما ان الحديث عن الطقطقه يعني معلومه مهمه جدا، انه الطقه بحد ذاتها اذا هي بدون الم هذه ما تعتبر مشكله. طيب، وما نركز عليها يا طبيب الاسنان لما تجي تحول المريض انه والله عنده كليكينج. اهم نقطه تركز عليها هو الالم. طيب، اللي عنده طقطقه ما في الم اطنش؟ لا. لو قرات في تويتر ولا في جوجل اطباء اسنان كثير يقول لك عندك طقطقه بدون الم طنش. حتى في احد المشاهير من الكويت الشقيقه يقول اذا جاك طقطقه طنش لحد ما تحس في صعوبه فتح فمك. هذه كارثه، رديت عليه بس طنش مرض. ليه؟ لانه الكليكينج هذا صحيح انه موجود عند تقريبا حسب الابحاث يقول لك 25 الى 25 من المجتمع عندهم اصوات يا في مفصل واحد يا في مفصلين بدون الم ومتعايش معها. لكن خلقه الله الطبيعيه هل فيه طقطقه؟ لا. طيب، ما دام خلقه الله ان نحن نفتح ونقفل بمنتهى الانسيابيه ما في طقطقه، اذا هذه الطقطقه علامه. انتبه لو استطردت يا دكتور نبيه وقفت. فهذه الطقطقه علامه الوجود، علامه الوجود عامل او شيء قاعد يشد في الديسك سيؤدي. يعني لن تبقى هكذا، يعني نادره ما تبقى لو الواحد قاعد مستمر على نفس العوامل. لكن ما دام انه في صوت طقطقه اللي هي خلقه رب العالمين اللي هي احسن تقويم، لا يوجد فيها طقطقه، وجود الطقطقه تخليه مرشح انه يتطور مع الوقت حتى ياتي يوم من الايام الطقه هذه قصد الديسك هذه تبدا تتحرك من مكانها، يبدا الالم. لان عندنا اللي هو الاعصاب اللي تغذي المفصل موجوده في نهايه الغضروف اللي ينسحب ويطقطق، فتبدا الالام تزيد شويه شويه، يبدا الفك يعلي. يعني انا عندي فيديو اوريه مرضاي في العياده لازم اشرح لهم بالتفصيل انه كيف تتطور من طقه خفيفه بدون الم تجي وتروح في الاسبوع مره، كيف توصل لمرحله انه الفم ينقفل تماما ويصبح حتى العلاج اللي هو في تخصصي علاج غير جراحي مستحيل، لازم نحول لزميلنا جراح الاولى الفكين. فلذلك اي طقه خفيفه ما نهملها، ونحسب حساب انه عياده الاسنان او غيره لو سوت الطقه فهي كانت ترى موجوده من اول، بس هذه اظهرتها على السطح. جميل. دكتورنا العزيز، خلينا نعرج على موضوع الاطباق. تمام. موضوع الاطباق يعني موضوع مهم، ومعظم المرضى اللي يعانون من الطقطقه او الالام في المفصل ممكن تبدا مشكلتهم من داخل الفم وليست من خارج الفم. فما رايك في هذا المحور؟ طيب، جميل جدا. بالنسبه للاطباق او ما يسمى الاوكلوجن في طب الاسنان، فيه على قولهم كونتروفيرسي، في الى الان في نقاشات متعدده، هل هو له دور في الام ومشاكل المفصل الصدري ولا لا، او ديبيت. فالمختصر المفيد، طبعا كل شيء يعني ممكن كل راي ياتي كل او كل طبيب بالخبره يجي يتكلم، لكن في النهايه الفيصل بيننا هو البراهين العلميه زائد الخبرة السريرية. تمام. ففي السبعينات يعني كان الإطباق تخصص بحد ذاته. يعني لو تشوف الكتب اللي هي السبعينات والثمانينات
يعني بالذات السبعينات وبداية الثمانينات، يعني بعد 85 إلى 90، يعني بعد الثمانين خلاص يعني خفت الموجة الكبيرة. كان تخصص مستقل بذاته الأوكلوجن، وفي يعني ناس أخذوا فيه دبلوم أو تخصص سنتين. هذا الزخم خف كثير من بعد التسعينات. ليه؟ لأنه وجدوا أن الشغلة ليست فقط إطباق أسنان، وإنما هو كرينيو مندبلر. كرينيو يعني إيش؟ يعني الرأس والفك، وحتى لدرجة أنه المفصل يعني الفك السفلي. فهي ليست فقط إطباق، الإطباق عامل وليس كل العوامل. لذلك طيب إيش المبررات؟ طبعا لكل شيء مبررات. المبرر اللي يدعم، أنت تأتي بحجة وأنا أتي بحجة، في النهاية نشوف الحجة الأقوى نحن كمتلقين. فالحجة إنه يقول لك لما يصير في تغير، طبعا الكلام ليس دائما، ما نعمم، التعميم دائما يقول لك مطية الخطأ أو شيء، هي في لكل قاعدة شواذ، بس نحن علينا بالأعم الأغلب. الإطباق، أو طبعا أنا كنت أقولها للزملاء لما مرت علينا محاضرة في جمعية التقويم، الإطباق بحد ذاته إذا كان في مشكلة، مثلا عندنا بعض مشاكل الإطباق، عضة عميقة، عضة معكوسة، إيش في كلاس 2 مثلا اللي هو متقدم الفك العلوي أو متقدم الفك السفلي، هذه كلها ما تسوي غالبا مشاكل المفصل الصدري، على أن لا تأثير مثلا على العضلات. ليه ما تسوي؟ لأنه في عندنا شيء، بالذات زملائي في جراحة الوجه الفكين اللي يشتغلون في الأورثوبيناتيك سيرجري اللي هي الجراحة التقويمية، يعرفون انه قبل ما يجي يرجع الفك ويصير فيه تكسير عظام يرجع الفك، يسوي حاجه اسمها ديكومبنسيشن، يرجع الاسنان للشكل الطبيعي. نفهم من هذا الشيء انه حصل كومبنسيشن اللي هو تاقلم. فالاسنان عموما اثناء الاطباق مجرد ما يصير اشكاليه يصير فيه تاقلم، الاسنان تاخذ الشكل، يتاقلم معها بالتالي العضلات تتاقلم. ممكن في البدايه يكون في جهه فتتاقلم العضلات، يتاقلم المفصل، تلاقي واحد يجي يفتح بلفه، خلاص تعود انه يفتح بلفه، خلاص مبسوط ولا في آلام ولا في شيء. ليه؟ صار تأقلم. تمام؟ من هذا المنطلق عشان ما استطرد كثير، الإطباق دوره يعني حتى في أبحاث وبراهين قالت في بعض المشاكل في الإطباق، مثلا لو كان في أضراس كثيرة مخلوعة، أو في مثلا كروس بايت مرة قوية، أو يعرف هذه ممكن تسبب مشاكل، بس ليست هي السبب الوحيد، يكون معها أسباب أو عوامل أخرى تدعمها. لكن باختصار شديد يعني يعني افضل البحوث اللي ذكرت قالت ان كان له دور فمفروض يعني في حدود 10 الى 40% مثل الاوكلوجن له دور. ذلك معناته من 60 الى 90% يجب انك انت ما تهمل العوامل الاخرى، فيكون يعني عنصر من عناصر اكثر. جميل. دكتور محمد، كثير من الاسئله اللي اشوفها قبل ما انتقل للمحور الثاني يتكلمون عن موضوع الاذن، الام الاذن والالام اللي حوالين الاذن اللي ممكن تنتج أو تنشأ من مشاكل المفصل الصدري. خلينا بس نوضح للمتابعين وش الآلام اللي ممكن تصدر، كمية الألم، قوة الألم، يعرف المريض أنه هنا عندي مشكلة في المفصل الصدري لازم أروح أزور الدكتور. أول حاجة يعني أنا تفاجأت يمكن من كم شهر أنه في جروبات، في مواقع مخصصة للناس اللي عندهم طنين في الأذن. طيب، ومعاناة عندما تدخل مجتمعهم، يعني معاناة يعني فوق ما تتخيل، ولا يعرفها اللي جربها. وهذا الطنين ما هو إلا عرض واحد من أعراض الأذن. طيب، ولذلك يعني ممكن نتكلم عنها بعد شوية، لكن حتى ما يعني أقفز أرجع لسؤالك، إنه الآلام اللي في المفصل الصدري كما ذكرت، أنا يعني أذكركم بالجمجمة هذه، الأذن ملاصقة جدا، يعني هذا الملون، هذه النقطة، هذه هي الأذن، فتحة الأذن. يعني لو شفنا الفك المفصل هذا، المفصل هذا عظم الفك، لو شلناه هذا العظم، لو شلناه، إذا هذا مكان المفصل هذا، هو تقريبا لو عملنا خرم نخش على أنبوبة الأذن. طيب، لذلك المفصل مجاور تماما للأذن، بل أنه كان طريقة زمان من طرق فحص المفصل أنه ندخل الأصبع الصغير داخل الأذن ونطلب من المريض أنه يفتح ويقفل، فعشان كذا واضحة جدا. فمن هذا المنطلق في تجاور كبير جدا جدا في ما بين المفصل وما بين الأذن. لذلك لو تتذكر بداية كلامنا تكلمت عن المفصل، أنه المفصل المقلد،
كثير من أعراض الأذن، كثير من أعراض الأذن طبعاً المفصل زي ما ذكرت مشاكله يا أما ألم يا أما طقطقة يا أما تحدث فتحة الفم وانحراف فتحة الفم وما إلى ذلك، بدرجات معينة يعني تختلف من شخص لشخص. وطبعاً هذا الشيء يعني اللي ذكرته كدرجة، بما أنه الشخص يعني لو كان في ألم في الركبة في الرجل في مكان يعني بالإمكان تحمله، لكن لما يكون في المفصل واحد ما يقدر يفتح فمه، ما يقدر يحضر مناسبة، ما يقدر يستقبل ضيوف، ما يقدر يتكلم براحته، ما يقدر يأكل براحته، هذه لما استمرت المشكلة تقريبا أكثر من 3 شهور وغالبا 6 شهور يبدأ يدخل المريض في دوامة ومشاكل معروفة طبعا يعرفها المتخصصون في الألم، اللي هو آلام الظهر، آلام كل الآلام عموما، آلام العظام، أي ألم عندما يتجاوز أو يصل 6 شهور يبدأ يتجاوز يصبح له دور كبير جدا في ما يسمى السايكوسوشيال بروبلمز، اللي هي الآلام النفسية الاجتماعية. يبدأ الشخص يصبح انطوائي، يا أخي يا عزم من الدكتور نبيه وبروح عنده بنسولف نضحك، الناس تاكل براحه وانا كل ما اجي اكل حاجه تألمت، الناس تضحك وانا كل ما افتح فمي بضحك طق او ما اقدر افتح، فيصبح الشخص انطوائي، بالتالي تجي المشاكل النفسيه وكذا. لذلك الى 30-33% من مشاكل المفصل الصدغي من الناس اللي عندهم مشاكل المفصل الصدغي ممكن يتحولون الى مشاكل نفسيه اجتماعيه. مشاكل كثيره جدا جدا ما ابغى يعني استقصيها الان، لكن باختصار شديد نرجع لموضوع الاذن. هناك اعراض كثيره جدا، وعندي صوره اكيد شفتوها في تويتر اللي شافها، انه في اعراض كثيره مشتركه ما بين المفصل والاذن ومرضى الطنين. وطبعا في واحد من الاخوان الله يحفظه هو من مراجع عيادتي سوى جروب في التليجرام خصصها، طبعا قلت لك في جروبات كثيره عن الطنين فقط، لا هو سوى جروب طنين المرتبط بمفصل الفك الصدري، لانه في عدد لا باس به من حالات طنين الاذن. طبعا طنين الاذن هذا اجارنا الله واياكم ممكن يستمر سنوات، اللي عنده 5 سنوات 10 سنوات 15 سنه ما استفاد، كل عيادات الاذن راح لها، اما يعطونه علاجات من شكل بيتا سيرك وغيره، طبعا اسواهم اللي يسوي عمليه وطبله ويخرمه ويحط الانبوب على الادويه، وطبعا اللي هو اخفهم ضرر اللي يقول تعايش مع المشكله ما لها علاج. فتلقى الناس لما يكونوا مروقين فرحانين بالهدوء هذه اكبر كارثه عنده، مجرد ما يصير هدوء يبدا الطنين يقلق حياته. فوجدنا سبحان الله انه في نسبه كبيره، طبعا من خلال طبعا اصبح الناس لما يجيني مريض او يسالني مريض في السوشيال ميديا يقول دكتور انا عندي طنين وعندي وعندي، اقول له روح لطبيب الاذن، انت لو فحص اذنك طبعا وقال لك الاذن سليمه ما فيها شيء، طبعا لازم يكون طبيب اذن خبره، سامعني؟ لازم يكون طبيب خبره، لانه في طبيب ممكن ما يكون خبره يقعد يدخل المريض في متاهات والاذن ما فيها شيء، في النهايه يرجع يقول له والله ما فيها شيء، يقول يخلي المريض تجارب عمليه في النهايه تلتئم العمليه والله ما في شيء، لا من البدايه ما اعرف انه في الصوت موجود، في احد كاتب موجود موجود واضح واضح الصوت ايوه، فاحيانا تكون المشكله من عند الشخص. فالنقطه انه عشان ما اتوسع ارجع الموضوع، انه يكون اهم شيء يكون طبيب، اقول له شوف طبيب اذن خبره موثوق بخبرته وامانته، اذا فحص على اذنك انت عندك طنين، طبعا مو بس طنين يا دكتور نبيه ولا هذا اللي يسمعون، ممكن طنين، ممكن حكه، ممكن وشوشه في الاذن، ممكن ضغط زايد، ممكن اصوات كانك تعرف ان احنا ماشيين مع طريق الجنوب تفتح القزاز وتقفل كذا، ممكن الم، طبعا اسوء شيء لما يكون الم اضافه للطنين، والاسوء دوخه. تخيل واحد يجي له دوخه يعني فجاه كذا، طبعا الدوخه ما هي الدوخه اللي مثلا طبعا عدم اتزان، عدم اتزان، مجرد ما يقول للطبيب عندي دوخه يدخله في ام ار اي للدماغ، رنين ومقطعيه للدماغ وهات وادفع واشعات ورايح جاي مواعيد، وكلها تطلع سليمه، شايف؟ فتطلع الاشكاليه، لان احنا عندنا الاذن الوسطى فيها مركز توازن، وعشان كذا اقول لهم الدوخه البسيطه او عدم الاتزان اللي هي قدامك مربع يميل كذا ويرجع، مو الدوخه اللي تطيح الواحد، هذه من المفصل. ايضا ممكن يكون اللي قلتها الحكه، الضغط، الاشياء، الالم. بالعكس انه عندي مرضى قام الدكتور الاذن سوى لهم تخطيط سمع وعنده قال عندك ضعف في السمع، لما جينا وعالجنا المفصل انتهت المشاكل كلها، يعني انا نفسي تفاجات انه ممكن يكون في ضعف في السمع لما نعالج المفصل ينتهي، ما بالك بطنين، ما بالك. عندي مرضى الحمد لله تعالجوا، يعني طبعا نحن نقول للمرضى حتى نكون معهم صادقين، نحن يعني اسباب ونسوي كل الاسباب ونعمل كل الوسائل الممكنه والله هو الشافي. ممكن واحد يقول يا دكتور انا مثلا انا يعني
تعالج وسيب الطنين لا زال موجود. في بعض الحالات الطنين ما يختفي تماما لانه في عوامل اخرى. بس اقول له اذا كان عندك المشاكل، طبعا الناس اللي عندهم مشكله المفصل لا يكون لا تكون المشكله فقط كطنين، لا تجد عنده اعراض اخرى من اعراض المفصل اللي ذكرناها قبل شويه، صداع، الام في الرقبه وفي الكتف، الام في الوجه، صعوبه فتح الفم، طقطقه في المفصل، كل اعراض متلازمه المفصل الصدري موجوده وفي طنين. طيب يا زميلي طبيب الاذن، حول المريض مباشره للدكتور الفك المفصل الصدري، مو الجراح. انا ماني ضد الجراحين، بس الزملاء اللي هم جراحين احيانا يستعجلون بالجراحه، والحمد لله بدا يعني كثير منهم يعطي فرصه لعلاج غير الجراحي، هو ممكن يكون عنده خبره وهم اقرب الناس لنا في التخصص، واحيانا لا يحول للمتخصص ولو انه تخصص يعني عدد قليل، لكن بدا الحمد لله يتزايدون الزملاء والزميلات. اتمنى اني جاوبتك الموضوع. لا لا ممتاز، جميل، الله يعطيك العافيه دكتور. دكتور اسلم، هل هنالك انواع معينه من الادويه او خلينا نقول بعض العادات الغذائيه او السلوكيه اللي ممكن تزيد حدوث هذه الالام؟ وباختصار الله يعافيك دكتور. ابشر ابشر. اول حاجه يعني في طبعا دائما في كل شيء في الجسم في سلوكيات خاطئه وسلوكيات صحيه. طيب نحن نقول عشان طبعا في تعليمات للمرضى عموما وفي تعليمات للشخص العادي حتى ما يتعرض لهذه المشكله. نقول له دائما احرص انك انت تمضغ على جهتين، توزع مضغك، لان الله خلق لك جهتين، كما لو كان تجيب عندك شغل كثير وتجيب عاملين، واحد مريح واحد يسوي شغله شغل صاحبه. فرق يعني دائما التوزيع طبعا مهم جدا. بناء على ذلك ان الواحد يحرص على زياره طبيب الاسنان، لازم تكون دائما اسنانك بصحه جيده. لانه شيء كبير او شيء يعني سبب رئيسي من الاشخاص اللي عندهم نكبه في المفصل وفي العضلات في جهه واحده انه طول الوقت قاعد يمضغ على هذه. طيب ليش؟ قاعد يهرب من تسوس او من اضراس مخلوعه ما عوضها او شيء. فهي كلها وحده واحده، يعني صحه الفم عنوان صحه الجسم. متى ما اهتمينا باسناننا حرصنا على طبعا اهم عامل او اهم عنصر من العنايه بالفم والاسنان، دائما نقولها من قبل ما نتخصص زياره طبيب الاسنان كل 6 اشهر. ليه؟ لانه يكتشف تسوس بسيط ممكن حتى يعالجه بدون بنج، يشوف مثلا مشكله التهاب في اللثه، فتحافظ على اسنانك. كل ما كانت اسنانك موجوده مكتمله كل ما كانت المشاكل اقل. هذه حاجه. الحاجه الثانيه، بعض الناس عندهم سلوكيات قضم الثلج مثلا، هذه نكبه للمفصل. في ناس كذا سبحان الله الا خلاص تحبك الا يقعد يكسر الثلج. في ناس طبعا المكسرات مفروض بقدر معين. العلكه يا دكتور. انا جاي فيها، برافو عليك. العلكه لا، وبعدين ايش؟ مو اي علكه الله يحفظك، العلكه هذيك اللبان الشامي واللامي اللي لازم اذا ما كذا شديت اسنانك عليها وكسرت هذا ما تستمتع. هذه كلها نكبات للمفصل الصدغي والعضلات الماضغه. هذه كلها سلوكيات المفروض ننتبه لها. طبعا في اشياء ما هي بيد الشخص، ما اعرف انت بتتطرق لها في اسئلتك ولا من اسئله الحضور، اللي هو المشاكل الثلج اللي كاتب الثلج لعبتي، هذا الثلج حينكب المفصل. شو اسمه اللي هو البروكسيزم والاشياء هذه طبعا موجوده من الاشياء هذه ما هي بيد المريض. طبعا احيانا بعض المرضى ما لومهم يكون عندهم مشاكل في حشوه الكلى، انا ما اعرف انت بتطرق لها ضمن الاسئله، لكن هذه من ضمن مسببات المشاكل عموما اللي هو البروكسيزم سواء ليلي او نهاري. لكن هذه السلوكيات الواحد يحرص عليها. طبعا من ضمن السلوكيات انه يعني الواحد ممكن تكون عنده المشكله بس ما يشعر بها، موجوده تحت السطح. فلذلك يعني يفترض مثلا التفاحه، صح ممتع انك تنهش التفاحه تفتح فمك اخر شيء، بس لو قطعتها يا اخي الكريم يكون اجمل والذ. التثاؤب نحن السنه زمان واحنا صغار، ما اعرف اذا عندكم نفس، يقول السنه انك انت تغطي ايدك عشان ما يضحك عليك الشيطان وقت التثاؤب. لكن اعتقد انه السنه انك ما تفتح فمك. فالواحد لما يجي تثاؤب، بعض الناس يجي تثاؤب يسمع الجيران حتى، لا يفترض انه التثاؤب ان نحن نمنع فتحه الفم. عشان كذا اللي عندهم الام يكون من ضمن التعليمات يقول حط القبضه حتى ينتهي التثاؤب بدون ما يفتح فمك. فمنع التثاؤب هذه من السلوكيات. العلك اشياء قاسيه يعني هذه تقريبا ما حضرتها، بس انه هذه عموما السلوكيات اللي ممكن الواحد يحرص عليها. الاسترس يا دكتور والجز، يسمونه الجز او العض على الاسنان. الجز او الكز هذا طبعا فيه انا ناوي ان شاء الله تعالى اسوي هذه، خلني افشي سر قاعد اخطط في مخي. انا دائما قبل ما اكتب تغريده يعني مهمه اقعد اسوي لها بلان كذا في العقل الباطن، افكر اسوي من كثره ما رايت صراحه، يعني ما امدح نفسي، لكن كثير اخطاء شائعه سواء اللي يكتبون
أو اللي في اليوتيوب أو اللي يجوني المرضى راحوا للزملاء وراح قالوا على معلومة خاطئة. فناوي إن شاء الله تعالى أكتب ثريد في التويتر أخطاء شائعة، تمام؟ فمن ضمن الأخطاء، طبعاً أحيانا تكون أخطاء سلوكية وعلاجية، وفي أخطاء عبارة عن معلومة. فمن المعلومات الخاطئة وهي شائعة جداً أن الناس اللي عندهم جز على الأسنان أو كز، يسمونه زملائنا السوريين كز، أو المهم الكلينشينج، ضغط الأسنان وقت النوم أو وقت اليقظة. طبعاً في فرق ما بين الضغط، طبعاً عندنا نوعين، في اللي هو الضغط، طيب، وفي اللي هو الكلينشينج، وفي الجرايندينج اللي يطلع أصوات، هذا تلقى أكثر فيه عند الأطفال الصغار. وفي ناس اللي عندهم كبار يطلع أصوات تحس أسنانه بتتكسر، هذا الجرايندينج. الأسوأ طبعاً أيهما أسوأ؟ كلها سيئة، لكن أسوأ اللي ضغط بدون صوت، طيب. وهذه أحيانا تكون عند الشخص، فاللي نايم قريب منه ما يحس بشيء، لكن كيف يعرف أنه عنده المشكلة هذه؟ إحنا لنا علامات نشوفها في الفم والعضلات، لكن يقوم تعبان، مرهق، صداع، تعب في العضلات، إرهاق، ما يقدر يفتح فمه، ممكن فيه تحسس في الأسنان ويضغط. بالمناسبة قبل ما أنسى، في ارتباط بين اللثة وبين تخصصنا، بما أن الشغلة بريو أو جمعيتنا البريو، في ارتباط قوي جدا ما بين الكز والضغط على الأسنان وما بين مشاكل اللثة، كلكم تعرفونها، اللي هي تروما فروم أوكلوجن. فكل ما كان عندنا كز أو ضغط على الأسنان، طبعا حتكون أسوأ لو كان في هاي بوينتس، سواء كراونز بريدجز أو إمبلانت أو فيلينج. لكن نتكلم عن الناشرال تيث، كثرة الكز بدون علاج لها آثار اللي هي تروما فروم أوكلوجن، فتلقى الشخص عنده ريسيشن أو انحسار اللثة، التهابات في اللثة، ممكن حتى بريدونتاتيس. ومهما يعالج، وممتاز الدكتور اللثة، مهما يعالج لا زالت المشكلة في تدهور مستمر. عالج كل العوامل لكن في تدهور مستمر، لا يا صديقي، انتبه، ضبط موضوع، امنع الشد. فالخطأ في الموضوع استطرد، نبهنا يا أبو عبد الله. أبرجع للنقطة، تسمعني، وممكن في النهاية حتى يؤدي إلى سقوط السن نفسه. يا سلام، هي احنا شفنا أسنان تسقط بسبب المشكلة أو العض الخطأ على بعض الأسنان، خصوصا الأمامية، اللي هي المرحلة الأخيرة. يعني أنا قاعد أتكلم عن البدايات، مجرد طبعا كيف يسقط السن، وهذا الإيجينج. نحن عندنا طبعا كلنا مع التقدم في السن في سقوط. كيف تسقط الأسنان؟ أنه تبدأ تنحسر اللثة، العظم اللي تحتها يبدأ ينحسر، تنزل تتحرك وتطيح. هذا شيء يعني لما تقول حاجة كونية، لكن الفكرة أنه لا، يكون أحيانا شباب فتلقى أسنانه تتخلخل بسرعة. ما بالك طبعا، ما أتكلم عن الناس اللي عندهم سكري، وانت يعني ابارك لك وجه الوجه على اختراع مرات اختراع، اللي عندهم السكري معرضين اكثر واكثر. فهي النقطه انها ايش، يعني الجز عموما، خلينا نرجع للخطا الشائع اللي قلته. أيوة. اللي هو الجز على الاسنان او الضغط او الكز او سميه ما شئت، بسبب الاسترس. ويقال احيانا الشخص العصبي. انا ابشر الناس اللي عندهم الكز والهذي، ترى هذه يعني ليس سببها انك شخص عصبي وانك شخص حياتك ستريس في ستريس. ليه؟ لانه احنا مقياسه له هو البراهين والابحاث والإفيدنس. طيب، اللي مو متخصصين بيقولون كلام كثير، ما علينا منهم، علينا من المتخصص، تمام. فعملت ابحاث، اللي هو الإفيدنس كما تعلمون الزملاء المتخصصين، عملت ابحاث وجدوا ان في ناس كثير جدا حياتهم قمه الاسترس، في البيت، في العمل، في المدرسه، في كل مكان قمه الاسترس، ويقوم من النوم ولا عنده جز ولا عنده كز ولا شيء. والعكس، شخص حياته يعني هادئة، جنة الفردوس في الدنيا، وإنسان رايق ليس عصبي وهادي جدا، ينرفزك من كثر الهدوء عشان يرد عليك إذا كلمته، ومع ذلك عنده جز عنيف جدا. إذا هذا يخلينا نقول إيش؟ إذا الاسترس والتوتر ليس هو السبب. طيب، إيش معنى الكلام هذا؟ الباحثين لازم يفرقون ما بين الكوز والإيتيولوجي والأسوشيتد فاكتور. هذه مهمة جدا في الطب والعلم عموما. فنحن نقول والله الاسترس ليس سبب، طيب، حنتكلم عن السبب بعد شوية، ولكن الاسترس عامل مساعد أو عامل مصاحب. يعني مثلا عندي محمد، هذا استرس في استرس، ونبيه قمة الهدوء، حياته كل شيء. ممكن محمد معرض أكثر، ليه؟ لأنه في حياته استرس، فهو معرض أكثر. لكن لا أجزم أنه ما دام أنه في حياته استرس وهو شخص عصبي دائما أنه بتجيله، فأنا أقول معرض أكثر لكن ليس سبب. هذه النقطة الأولى. طيب، أجل إيش السبب؟ قال لك السبب، طبعا المتخصصين بس يعرفون المعلومة دي، السبب أنه شيء في الدماغ. إلى الآن question mark،
لا أحد يعرف ما هو السبب. طيب ممكن يتوقف بعد شهر، ممكن يتوقف بعد سنة، ممكن يتوقف بعد سنين، الله أعلم، ممكن ما يتوقف. طب أنا إيش يهمني كطبيب؟ وأنت أيها المريض إيش يهمك كمريض؟ يهمك إنه أنت ضغطت أسنانك ولا ما ضغطت، إنك أنت تقوم الصباح مرتاح، إن أسنانك محمية، إن عضلاتك محمية، إنك ما تكون مصدع. تمام؟ من هنا يأتي دورنا في العلاج، إنه نحن الشخص اللي عنده المشاكل هذه نقول لا لها علاج الحمد لله. طبعا وهذه أخذنا الموضوع ثاني تطرقت له قبل كذا، اللي هو يعني وضع الواقي الأسنان أو ما يسمى بالنايت جارد أو الحارس الليلي، وهذه فيها خطأ شائع جدا. إنه لما يكون الشخص عنده كز ليلي أو جرايندينج أو ما إلى ذلك، إن كان يقوم الصباح، وهذه قاعدة لأطباء الأسنان أتمنى يستفيدوا منها اللي يسمعونا، والمرضى برضه إذا راح طبيبه إذا ما سمعنا، إن كان في آلام يقوم بصداع، طيب يقوم بشد في الوجه نسميه ستيف جوز، يعني إيش؟ الخدين كأنها لستك من الشدة، صعوبة فتح الفم، لو في طقطقة كليكينج يكون أكثر، بعد ساعة تقريبا من يقوم من النوم تبدأ تفك هذه الأشياء. هذا ما ينفع له النايت جارد اللي يسمونه زملائنا في أي عيادة، يعني بلاستيك نحيف جدا يعني أسمك شوية، لا، هذا يبغى له ستابيليزيشن أبلاينس، لازم يكون فيه سمك معين لا يقل عن 3 ملي أو يعني يكون فيه سمك. طيب لكن لما يسوونه هذا اللي في عيادة الأسنان عموما موجود في كل العيادات اللي هو مرة نحيف جدا ولين، يقول لك نسويه إن لم يضر إن لم ينفع فلن يضر. هذا ينكبنا نحن، هذا ينكبنا. إيش يقول لما يجيني مريض يقول لا، أقول له يحتاج لك استبيلها أبلاينس، يقول لا أنا سويت واقي قبل كذا ما استفدت. يا حبيبي هذاك ما هو واقي، هذاك اللي خدته حارس ليلي. أيوة هذاك حارس ليلي يسمى. طيب إيش معنى؟ طبعا هذا خطأ شائع آخر إن شاء الله برضو في الثريد اللي بيني بينه. هذا الحارس الليلي متى يسمى حارس ليلي؟ لما يكون شخص ينحت أسنان ويقعد يكز عليها لكن يصحى الصباح زي الحصان، ما في صداع ما في ألم، وكذلك تشوف الأطفال. هذا نسوي له هذاك حق النايت جارد اللي موجود في كل مكان، الشيت وسوى البستكشن وزبطوا الفاكيوم هذا وفي كل مكان، هذا اسمه حارس ليلي، حمل أسنان بس. لكن لما يكون في ألم يجب استابيليزيشن. فنخلص من هذا الموضوع إنه الاسترس عامل مساعد، ولما يكون طبعا في استرس عندنا أثناء النوم هذا ما في حل إلا الاستابيليزيشن أبلاينس اللي هو جهاز هو مثل الواقي لكن صلب وسميك ويسوي توازن للعضل، له فوائد أكثر من 5 فوائد. خلال النهار قد يكون شخص يقوم الصباح مرتاح ما عنده ولا شيء، بس أول ما يبدأ معارك الحياة بعد ساعة ونص من قومة النوم الظهر العصر عنده ستريس مثلا في البيت في العمل في كذا في الدوام شيء، تبدأ صداع تبدأ المشاكل، يجي آخر النهار العشاء بعد العشاء وهو مصدع تعبان منتهي، هذا عنده نفس المشكلة ولكن خلال اليقظة بدون ما يشعر. طيب هذا له علاج آخر، صعب إنه نسوي له قالب طول النهار، لا له طرق أخرى في العلاج في العيادة بحسب التشخيص. إذا نختم النقطة هذه عشان أشوفك تتحفز وتسكتني النقطة عشان ننتقل بعدها. ملخص الكلام لزملائي وزميلاتي والأطباء والطلبة إن المفروض المريض وهو ساكت في وضع الراحة المفروض أسنانه مفصولة لا يقل عن 3 ملي، هذه كذا 3 ملي. إذا كان الشخص ساكت ما يتكلم ولا ينظر ولا شيء وأسنانه متلامسة هذا معرض للمشكلة اللي هي ريست بوزيشن لو تتذكرون. نقطة مهمة جدا. نعم مهمة جدا. بتلاقي حيكون مطلوب. ممكن تعيد لنا النقطة هذه بس؟ أيوة طبعا. نحن عندنا ويتذكرون اللي الزملاء أطباء الأسنان والطلبة اللي درسوا إنه في شيء اسمه ريست بوزيشن. خلقة رب العالمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. أنت ساكت، أنت ساكتة، المفروض أسنانك مفصولة كذا، يعني تقريبا 3 ملي مفصول الأسنان. طيب أنا ساكت ترى أسناني مفصولة، لا يعني الصمت بطباقة شفتين الأسنان متلامسة، بس في أشخاص لا تلقاه ساكت أسنانه متلامسة يقعد. طبعا في 3 أسباب دائما أقولها للمرضى لما أشرح لهم لفقدان الفراغ هذا. فقدان الفراغ هذا ليش نفقد الفراغ؟ طبعا هذا اسمه ريست بوزيشن. طيب اللي درسوه طلبه الاسنان، فكل ما تلامست الاسنان تنشد العضلات كلها. عشان كذا انا اقول لمرضاي في العياده حط اصابعك على المسيتر اللي هي عضله الفك اللي هي اقوى عضله في جسم الانسان، خلي اسنانك تتلامس، شد بقوه تنتفخ، افتح 3 ملي ريلاكس،
تخيل كم ساعة في النهار وانت شاد على أسنانك، احيانا مو مجرد شد، مجرد تلامس. فما بالك ان هذه يعني تكون ساعة، كم ساعة في اليوم والليل. لذلك يكون جزء من العلاج إعادة خلقة رب العالمين، نسميها ريبروجرامينج، ان العضلات تبدأ تفصل الأسنان. هذا جزء من العلاج حقنا، يعني علاجنا مو بس كلام ثرثر في العيادة، لا، في تكنيكس يسميها ريبروجرامينج للمسلز انها تبدأ تفصل الأسنان. فهذه كلها يعني طرق. أهم نقطة فيها التشخيص، إذا ما شخصت صح يقعد المريض فار تجارب، يجرب له كذا ما نفع كذا، يجرب كذا، يسوي له نايت جارد حارس ليلي. فهذه كلها نقاط مهمة جدا يجب أن تأخذ في الحسبان. طبعا طبعا لما يكون في ستريس، أختم بقى، لما يكون في ستريس ما نتخيل واحد يا أبو عبد الله قاعد معصب وأسنانه مفصولة، يقول لي فيك ما يخطيك لازم تشد صح. فهذا لو كان ساكت أصلا على الكمبيوتر ولا قاعد يفكر ولا مسرع ولا قاعد يقرأ في إحصائيات كورونا، كل الأشياء هذه تسبب الواحد. فشوف، وبعدين إشكالية، ما هو يوم واحد، الله يسعدكم، ما هو يوم واحد، يوم بعد يوم بعد يوم، يعني تراكمية تراكمية حتى تصبح خلاص مزمنة ويكون أدنى شيء يتعب بعدين. طيب دكتور، خلينا دامك تطرقت ودخلت في موضوع العلاج، خلينا نتكلم عن العلاج في عجالة. الله يوفقك دكتور، عندنا دقيقتين إلى ثلاث دقائق عشان نبدأ في الأسئلة، لأنه في أسئلة كثير قبل ما نختم الحلقة. طيب أبشر. بالنسبة للعلاج، بالنسبة للعلاج، وهذه نقطة بعض المرضى يكتبوا لي في إنستغرام ولا في تويتر ولا يوتيوب ولا تليجرام، لما يقول لي طيب إيش العلاج يا دكتور، عندي وعندي وعندي، إيش العلاج؟ أقول له ما أعرف إيش العلاج. طيب ما مرت عليك حالة زي حالتي، إيش العلاج؟ لا يا أخي، ترى العلاج، هذه نقطة مهمة، علاج قد وهذه أنا أقولها دائما في محاضراتي، في الريد فلاجز أحيانا تتساوى أو تتشابه الأعراض ولكن تختلف خطة العلاج. كل حالة لها ما يناسبها، ممكن النتيجة حصلت هذا العرض، لكن الأسباب مهم جدا، من التاريخ المرضي ومن الفحص، طيب، ومن الأشعة، طبعا الأشعة دور أقل، نقدر نحدد خطة العلاج. لذلك ما في خطة علاج موحدة لكل الحالات، هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا، هذه النقطة الأولى. طيب ما هي الخطوة، ما هي الطرق العلاجية؟ الطرق العلاجية كما ذكرت تختلف باختلاف التشخيص. أهم نقطة اللي دائما أركز عليها، إن إحنا عندنا صنفين من العلاج، وهذه يعرفها زملائي أطباء الأسنان، عندنا علاجات اسمها علاجات تحفظية أو كونزرفتيف، هي علاجات غير جراحية تتنوع كثير، وعلاجات اللي هي سيرجيكال، خلاص ما أنتقل. طبعا العلاجات التحفظية تتدرج من تعليمات افعل كذا ولا تفعل وسوي ما تسوي، تتدرج من هذا الشيء إلى أن توصل إلى مرحلة اللي هو ممكن أبلاينس، ممكن بعض العلاجات اللي هي الأشد، بس إحنا طبعا أغلب حالات الحمد لله توصل أبلاينس وبعدها تنتهي مشاكل الحمد لله. يعني أقصى شيء أنا أسويه اللي هو الاستابلايزيشن أبلاينس وتستفيد الحالة، لكن ما أستعجل، ممكن الحالات عندها أشياء أقل، فقط ترينينج، فقط تغيير سلوكيات. أحيانا يكون مثلا من ضمن العلاج لو كان كليكينج وداوت بين، هذه إكسرسايز معين، طبعا إكسرسايز هذه مطب خطير جدا، انه احيانا تجي على يوتيوب يقول لك عندك الم سوي الاكسرسايز الفلاني، والاكسرسايز ملخصها هي حركه الفكين بطريقه معينه. احنا عندنا بحكم انا خريج السويد، عندنا برنامج سويدي مثل معروف التمارين السويديه حقت الجسم الكامل، هذه مشهوره في العلاج الطبيعي، لان احنا عندنا تمارين سويديه للفكين. فمن ضمن الاخطاء انهم يصرفوا يوصفون التمارين لكل الالام، وهذه نكبه. صح ممكن يكون مع التمارين الام بسيطه زي ما تقول محتمله بسيطه نسوي، لكن عندك الم، انا يجيني مرضى الامهم متفاقمه، طيب ليش؟ قالوا رحت دكتور معين اعطاني تمارين وتفاقمت الحاله. نبدا نعالج في الاخطاء العلاجات الخاطئه، شايف؟ هذه العلاجات اللي هي غير الجراحيه اللي هو تخصصي انا، عشان كذا تلقى تخصص نادر اللي هو علاج الام الوجه اضطرابات المفصل الصدري بدون جراحه، هذا تخصصي انا، عشان كذا لو ايوه العلاج التحفظي. طبعا احنا عندنا مقاييس معينه، إذا مر متى أنتقل للجراحة؟ طبعاً أنا أزعل وأحزن جداً جداً لما يجيني مريض لما يذكر الأعراض إنها ما كانت تستدعي جراحة، لكن قام الزميل ولا الزميلة راح يستعجل جراحة. فنحن نقول ما نستعجل بالجراحة يا زميل العزيز، لا، عندنا مقياس معين، وهذا طبعاً بإيفيدنس وبستدي، إنه 6 أسابيع المريض ما استفاد من الكونزرفاتيف والحالة مثل ما هي، وجربت كل طبعاً أعطيته كل الحالة ما استفاد، وعنده ألم رهيب، ألم بين عموماً، هذا على طول لا تضيع وقتك معه خلاص، ولا تضيع وقت المريض حتى يتفاقم، نحول له الجراحة. طبعا حتى الجراحة زملائي المكزيلو فيشال سيرجن يعرفون انه فيه تدرجات من الارثروسكوبي بدون الى اخر شيء اللي هو الاستيوتومي، شايف؟ فهي المسألة كل حالة
لها العلاج المناسب لها. طيب النقطة الثانية، طبعا في بعض العلاجات يعني بعض من الأخطاء الشائعة، وهذه برضه تكون تغريدة تقويم، كثير من المرضى عندهم آلام، والله الدكتور يعني قعدت وعندي مريض مثلا جاني من منطقة معينة في المملكة 7 سنوات مسوي لهم أبلاينس ما استفاد منها، كل سنة يجدد لهم إياه، طيب والآلم والله ما أدري، جرب تقويم إنفازالاين، جرب مش عارف إيه، جرب. التقويم لا يعالج ولا يسبب إلا في حالات ضيقة جدا وتكلمنا عنها. فملخص الكلام إنه العلاج يعتمد على التشخيص، والتشخيص يعتمد على التاريخ المرضي، مناقشة التاريخ المرضي. تشخيص الطبيب يا دكتور، معلش، تشخيص المتشخص، تشخيص المتخصص. أيوه. نعم. فالتشخيص يتفرع منه يعني نوصل له بثلاثة طرق. التاريخ المرضي يفيدنا تقريبا إلى 75-80% من التشخيص، التاريخ المرضي بس نقاشه مع المريض، يزيد عليه الفحص بعدين 5-10% من الأشعة تؤكد ذلك أو تنفيه على حسب، بس غالبا الأشعة دورها في تخصصي يكون أقل شوي، لأنه بعض الناس يقول دكتور أنا عندي ألم وعندي طقطقة مفصل والأشعة الدكتور قال لي ما فيها شيء. من قال لك إنه الطقطقة تطلع في الأشعة؟ من قال لك إنه ألم المفصل يطلع في الأشعة؟ لو يكون مرة في سفير كيس ومرة كرونيك ممكن يطلع لكم دائل متأثر، ممكن تأثر قبل فترة بعدين تعافى أثناء الريموديلينج. فالأشعة ليست مقياس أساسي عشان نحكم عليها. وهذه عموما يعني أتمنى إني لخصت، يعني قلت لي 2-3 دقائق بس أنا. ممتاز، الله يعطيك العافية دكتور. طبعا ما شاء الله عندك كمية دعاوي هنا على ناس عالجتهم. بالله ما شوف ولكن جزاهم وريحتهم من مشاكل مفصل الصدغي. خلينا ما شفت كتاباتهم لكن نحن اسباب والله هو الشافي، والله يحفظكم ويشفيكم ويعافيكم جميعا. دكتور في سؤال هنا دكتور، دكتور انا المفصل عندي ذايب، وش الحل؟ هذه من المصطلحات اللي اتعقد لما اسمعها، مصطلحات اتعقد اليوم اسمعها يعني، وعشان كذا يا زملائي يا اطباء الاسنان بالذات اليانج لانه يعني ما بيجيبها المريض من عنده المصطلح هذا، ما بيجيبه من يا اخي في مصطلحات والله تقهر على قرب تحزني خلاص، يعني تخيل المريض، يعني تخيل نفسيه المريض لما قالت له الكلمه هذه خلاص تدمرت النفسيه، يعني حتى يجي المريض اقعد اشرح له يا اخي هذا تخصصي، اللي قال لك مو تخصصه اقعد اشرح له يرجعني مره ثانيه، خلاص النفسيه راحت، شايف هذا خلاص يبغى له علاج نفسي، انا ما عاد اقدر اسوي له شيء خلاص ويرجعني. عشان كذا بعض المرضى اقول عشان تستفيد مني لازم تسوي فورمات لكل اللي قال لك. فمصطلحات انا ما احب اسمعها، المفصل ذايب او العظم ذايب، المفصل متآكل، عندي خلع في المفصل، يعني اشياء يا اخي مشكله، ما اعرف كيف الزملاء اللي سووها، يعني نفسيه المريض. انت كطبيب اول نقطه حتى في البريو حتى في الامبلانت اول شيء انك تقول للمريض ان شاء الله كل مشكله لها علاج، يعني الراحه النفسيه. يعني انا اتذكر والله اثناء من البورد، يعني وهذه معلش استطراد، عندي حاله من البورد، حاله في السويد، حاله كان عندها هيدك مزمن ما خلت ولا مكان، خلال 3 شهور تعالجت. انا كنت معها مره طيب، وكانت هي امراه كبيره وكانت مسلمه اظن من لبنان او ناسي، المهم انها يعني كانت تقول لي يا ولدي انت زي اولادي واسوك، وانا طبعا كبورد ستودنت، احنا طبعا البورد السويدي ما هو مثلا اختبار ناخذ حاجه، لا البورد السويدي 4-5 سنوات نبدا نعالج حالات، وبعدين الاختبار نهايه الفتره نقدم لا يقل عن 40 حاله بتشخيصات مختلفه من الاي تو زي، من بدايه ما جاك البيشنت وتصور والفولو اب وكذا نعطيهم، بس لازم تكون تشخيصات مختلفة نقدمها للمختبر أو البوننت قبل مدة الاختبار بشهر، ويقعد يستلمنا نص يوم، هذا هو اختبار البورد السويدي وهذا هو التريننج حقه. عشان كذا البيشنت كثير يعني اشتغلنا معه. فكانت المريضة هذه يعني معلش أنا استشهد بها، في 3 شهور وأنا قاعد أسوي الكيس برزنتيشن السويديين البروفيسورات وكذا قالوا لي محمد أنت يعني في هذه الحالة في something happened، يعني كان في psychological factor، هذه حالة مش عرضت لهم تاريخ الحالة، راح في مركز راح كذا. فنفسية المريض الشاذ في الموضوع إنه نفسية المريض لها دور كبير. أنت لما ريحت نفسيتي يا أخي ما أدري الباقي كله يهون، لما تنكب نفسيتي أو مثلا بعضهم يجينه الحالة متفاقمة تماما، ليش طيب وراح وسوى ودار في النهاية رجع، طيب ليش؟ قال روح دكتور قال ما لك علاج، كل الألام هذه ما لها علاج، شوف النفسية كيف. أو واحد قال له ما لك إلا جراحة، خاف سواء حتى لو مجانا يا اخي الجراح، ما تدري الجراح يروح كبشر ممكن يغلط يقطع شيء، ممكن ما يصحى من البنج التخدير العام، ممكن
فيخافون المرضى، فدائما نطمن المرضى. وانا بالذات ان يجيني ما انا علاجي المشاكل المزمنه، فاقول له ترى يا اخي اختزل، وهذا صح حقيقه يعني، ما اضحك على المرضى، مشكلتك صح صارت مزمنه، لكن لا يعني انها مثلا انها يعني مشكله صعبه الحل، بس انها ما تعالجت من بدري، فساعدني انت ببعض الاشياء. فهي النفسيه، ارجع للسؤال، ما في شيء اسمه ذوبان نفصل. لو كان في ذوبان ايش بيصير؟ احنا عندنا الدم، كل العظام تسبح في الدم. طيب لو طبعا مو على اطلاق المصطلح، لكن لو كان في ذوبان في العظم هذا، كان كل العظام ذابت، لقيت نفسك كومة لحم، ما في شيء اسمه ذوبان. هذه في ظروف معينه، لما يكون في خمل زايد على احد المفاصل يتاثر، في عندنا شيء اسمه بون ريموديلينج، يعني بالعربي ما ادري ايش معناه دكتور نبي، ريموديلينج هو تجدد، يعني زي تجدد اي يعني مثل المكاين، لما يكون التروس دائما في احتكاك بينها، من فضل الله انه الطبقه اللي هي الطبقتين اللي تحتك تتجدد دائما، ففي خلايا تاكل وخلايا تبني، تهدم وتبني، استيوكلاس استيوبلاست. فهذا التجدد الدائم لو جاء حمل زايد قاعد واحد ينظر طول الوقت على جهه واحده، بيصبح الهدم اكثر من البناء، فيصير الشكل كانه اصغر من الشكل الثاني. مجرد ما ينتبه ويعالج المشكله يوازن، خلاص يعود التوازن، ممكن حتى شكل العظم لانه توقف نموه ممكن ما يرجع للشكل الطبيعي، بس هذا الشيء صار في الماضي. فتلقى من الاخطاء الشائعه انه يجيك اول ما يدخل المريض يمسك زمان انا طبعا من القدامه ايوه البانوراما ذيك اللي تجينا كذا بالعرض، الحين خلاص كله ديجيتال، ياخذ الاشعه ويحطها ها عند، يقعد يتكلم مع المريض ويشخص ويعالج بناء على ما يشوف الاشعه. ممكن زمان صار في هذا اللي هو الريمودلنج اللي صار شويه زياده واختل شكلها. لا يا حبيبي، انت عليك من الحاله الحاليه الان اسال الهستري، سوي الاكزامينيشن، واي شيء في الاشعه يخالف ذلك اجنور، تجاهله تماما. جميل، اتمنى اني وصلت الجواب بطريقه كلام جميل يا دكتور. بعد ما استخدمت الحارس الليلي، طبعا الاسئله والله عندي كثير، لكن بنحاول انه نجمل الاسئله المهمه جدا. بعد ما استخدمت الحارس الليلي اختفى الم الاذن والحمد لله، لكن الطنين والطقطقه موجوده عند فتح الفم بدون الم. طيب ما هو يعتمد ايش مواصفات على العجالة يا دكتور، يعتمد ايش مواصفات الحارس الليلي. ممكن يكون يعني اولا هذه بشرى ان المشكله لها علاقه بالمفصل، الطنين والهذه والاشياء الثانيه، الم الاذن بشرى ان لها علاقه بالمفصل. احيانا يكون العلاج يعني كويس، بس يعني عندك البنزين انت مشيت في الطريق بس ما كملت، عب التانك مره ثانيه وكمل، انه ممكن يكون الابلاينس هذا يحتاج له اعاده تضبيط، يحتاج له يكون اسمك شويه، يحتاج يعني انت وصلت نصف الطريق، فتابع في نفس الاتجاه، غير اذا كانت نهايه قرار ممكن بسيطه، لكن لو شفت متخصص، انا ما اعرف اذا هو من مرضاي، هذا ما اتوقع من مرضاي، لكن قد يكون انه يحتاج زياده السمك الابلاينس او شيء. ممتاز دكتور، ايش علاج الديسك ديسبليسمنت؟ الديسك ديسبليسمنت هذه طبعا على حسب، اذا كان عندنا ترى باقي عندنا دقيقه و45 ثانيه. طيب اذا كان الديسك ديسبليسمنت فيه الم، يجب انك تبدا بابلاينس، التحكم في الالم، طبعا لو كان الم مزمن، لو الم بسيط ممكن توزيع المضغ تنتهي. اول تحكم في الالم، بعد التحكم في الالم ممكن اكسرسايز. التحكم في الالم غالبا يكون اذا في الجهتين بالابلاينس راح الالم ويستارت اكسرسايز، هذا طبعا بالاكسرسايز انا اقول لك وي كان بوت باك الديسك مكانه الطبيعي بالاكسرسايز، وهذا يعني مرضاه يعرفون. ممتاز، هل في شيء اسمه علاج الفك بالليزر؟ الليزر فقط مسكن، لكن ما يغير شيء في الالم، لكن قد يستخدم كمسكن مؤقت مثل البوتوكس، لكن ما يكون هو العلاج الوحيد. بعض الحالات تكون بسيط وتعالج وخلاص انتهى، لكن ما هو مقياس. عض اللسان يجب معالجة المشكلة. هل ممكن يسبب مشكلة عض اللسان؟ عض اللسان معناته انه عنده الشخص عنده كلينشيك بدون ما يشعر، فالافضل يسوي حارس ليلي يحمي اللسان اذا ما في الام اخرى، حارس الليلي العادي. شكرا جزيلا دكتور محمد الحارثي، سعدنا بلقائك الليله، راح الوقت سبحان الله، باقي 9 دقائق ثانيه، انا ساعه مرت والله، ما ودنا الوقت انه ينتهي معك. الله يحفظك، اذا في حفظ البث ممكن نفيد بالمرضى. اثريت اللقاء، البث بيكون محفوظ ان شاء الله على اليوتيوب، على منصه يوتيوب باسم الجمعيه السعوديه لامراض وجراحه اللثه. الله يعطيكم العافيه. دكتور محمد الحارثي موجود برضو على تويتر، ممكن تستفسرون، طبعا ما راح يشخص لكم الحالة عبر تويتر، لكن لو في استفسارات بسيطة مكان الدكتور وين تقدرون يشوفكم. سعدنا بلقائكم، شكرا مرة ثانية لوجودك يا دكتور، وشكرا لكم بريدول،
والله يمسيكم على خير إن شاء الله. الله يعطيكم العافية جميعا، وأرحب